انتوما اللي كالزون ديالنا البيتزا وما واجدين، وكيف كتنتظروا ديما الدقه ديال الشيف. هاياك معمره ماشي معمره فيها بلا ما نسولك على الحر. ها لا لا درت الفلفله، درت الفلفله بسم الله. انا قلت لكم غدا من غدا، الغدا ديال البارح اللي شيطوا ليا درت منه غدا ديال اليوم. عاود قطع نشوفو. هادشي اللي بغينا نشوفو. هادشي هانتوما يلا بالصحة والراحة سيدي. شينا لك. السلام عليكم. اليوم الغدا ديالي هي بيتزا كالزون. بيتزا كالزون هي البيتزا اللي كتسد وكنديروها بحال الشوسون وهي كبيرة. هاد البيتزا غادي خصنا ليها العجين. العجينة كتكون من نص كيلو ديال الدقيق، واحد الخمارة ديال الحلوة. غادي خصنا ربع كاس أو نص كاس صغير ديال زيت العود، 10 غرام ديال الخميره الفوريه او 20 غرام ديال المعجونه، 10 غرام ديال السنيده او معلقه كبيره، معلقه كبيره ما عمرش، معلقه ديال الملحه او 10 غرام، شويه ديال الزعتر معلقه كبيره، نص معلقه صغيره ديال الثومه غبره، ونص معلقه صغيره ديال البصله غبره، وهذا الحار معلقه صغيره. كيبقى لكم الاختيار. وغادي نعجنوه بالماء دافي 250 غرام. اللي مهم هو القوام اللي غادي نحصلوا عليه. طريقه سهله. غادي نعجنوا العجين ديالنا. انا غادي نعجنوا في طراب. غادي ندير كلشي المكونات. غير هو ملي كنحط الخميره كنحط عليها السكر، الملحه ديما كنديرها جنب، كنبعدها على الخميره باش ما تطفيهاش ليا. نزيد كاع المكونات ديالي اللي هو الزعتر، الثومه، البصله الغبره، الحار، زيت الزيتون، نزيد البيضه كامله، والماء غادي نكب النص ديالو ونخلي النص حتى نبدا نعجن. كنبداو ديما بسرعه منخفضه حتى كينسجمو المكونات بشويه بشويه. المهم نعجنو العجينه كل مزيان وتدلك ونرجع لكم. العجين ديالي هي دلكات مزيان، قد هذيك 250 غرام ديال الماء قدات كفاتها، يعني حيت ما تنساوش بان كاين فيها واحد البيضه. هانتوما شفتوا شتي العجين، من الاحسن دلك مزيان باش كتجي العجينه شيشه وبنينه. هانتوما العجينه شفتوا، درت ليها السلوفان ونخليها على الاقل واحد نص ساعه. الحشوه اللي غادي ندير البيتزا هي الحوت. هذا الحوت اللي شاط ليا من الغدا ديال البارح، ما غاديش نضيعو. علاش غادي نضيعو؟ ديما الحاجه الا شاط لكم نقدروا نديرو بها وجبه اخرى كتطلع لينا اقتصاديه وما كنضيعوش النعمات سي ربي. هذا الحوت فرتتو، او الا بقى الدجاج كذلك كنفرتتو، او الكفته. المهم عندي هنايا الحوت، ها هو قطع صغيره او فرتتو. عندي الشامبينيون ديال العلبه او طري الا كان، فلفله وحده قطعتها هكا مربعات صغيره، صلصه الطماطم او غير مطيشه طيبوها محكوكه او صلصه الجاهزه، الفرماج الموتزاريلا او الفرماج الاحمر او بجوجهم الا كانوا مخلطين، وواحد المكون انا عندي ضروري هي شويه ديال الفلفله الحاره، هذه كتبقى اختياريه. هادو هما المكونات بصات من بقايا ديال الاكل اللي شاط لكم. تقدروا ديروا وجبه اخرى شهيه دايزه الكلام. العجينه ديال الكالزون او ديال البيتزا هي خمرات شتو. دابا غادي نبدا في التقطاع ديالها والتحضير ديالها. العجين من بعد ما خمرات دابا نقطعها قطع صغيره بسم الله. انا ديما كنستعن بهذا القطعه، ما
نحاولوا نقطعوا كويرات متساويه، ما نديروهاش كبيره بزاف. نكورهم كل شيء هكا ونحطهم جانبا. هانتوما من بعد ما كورتهم درتهم كويرات خليتهم يرتاحوا واحد 10 دقائق. نشكل دابا لي بيتزا. بسم الله. غادي نسرحهم مزيان، نسرحهم شويه على شكل طولي. هانتوما غير العجين ديالها كتبان بنينه، كتبان كتشي. هانتوما شتو السمك ديالها تكون رقيقه. انا كندهن هو الاول هذا العجين ونحط عليها ديك الساعه الحشوه. الحشوه ديالي كتكون هانتوما زيت صلصه بالطماطم. الحشوه ديروا اللي بغيتوا، تقدروا ديروا الصلصه البيضاء، مكونات ديروا اللي موجود عندكم. غادي نهز شويه ديال الجبن نديرو من التحت. كيف قلت لكم انا درت هاد الحوت اللي بقى ليا، نقيته من الشوك مزيان و درتو هكا قطع صغيره. ندير به وجبه اخرى، شويه ديال الفطر. الفلفله، الفلفله الحاره كذلك غير شويه. نعاود نزيد شويه ديال الجبن، حيت هذا الجبن هو اللي كيبنن لينا اكثر هاد لي بيتزا ديالنا. ونقلبها ديال عليها هنا، خصنا ضروري تلصق. وغادي نبدا نلويها بحال الا كان ضفر. باش تجمع ليا ما تخرجش الحشوه من البيتزا. ونحطها في البلاكه او في حد الفران. نعاود نصوب الخريط. ديما كندهن بالبيض من الاول، انا كندهن بها، كندير ديما هاد الطريقه باش نحط الحشوه على خاطري. صلصه الطماطم تقدروا تستعملوا حتى الجاهزه، كميه قياس ما نديروش كثير باش ما تخرجش لينا من الجوانب. الجبن، ديروا الجبن موزاريلا والفرماج الاحمر، تقدروا تخلطوهم جوج. شويه ديال الفلفله، الحوت ديالي اللي هو طايب مفرتت. الفوطه اللي عندي شويه ديال الفلفله حاره، زيد ثاني الجبن، شوفوا كي عامره باش غضيوه كتشبع. نعاود نسدو باش تلصق العجين مع العجين ونضفروها. حيت الفرماج الموتزاريلا راه كيبدا يتفرقع يقدر يخرج لينا من الجناب، والاحسن نطورو هكا. وحتى المنظر ديالها كيجي زوين.
نحطوها في الصافي هاد الفتره. هاد البيتزا كالزون راه نقدروا نعطيوها لوليداتنا يجوها معاهم كالغدا ديالهم للمدرسه، كتجي مجموعه ونقيه. نكمل دابا كلشي العجين بهاد الطريقه ونرجع. البيتزا ديالنا هي واجده، هانتوما شتو، خليتهم يرتاحوا واحد 10 دقائق. الفران غادي نسخنو على 200 باش يطيبوا مزيان وما يطلعوا. البيتزا راه كتبغي ديما الحراره، او الحاجه كاع اللي فيها بحال العجينه الخبز كتبغي الحراره طالعه من 200 240 باش دغيا يطيبوا ما يقصحوش لينا. دابا انا كندهنهم بشويه البيض، بيضه كامله خفقتها، غادي ندهنهم باش يعطيني الوجه ديالهم يكون محمر. ندهنها كامله من الجناب، ندهنهم كاملين. انا عندي تخليطه ديال هذوك الزرارع، هانتوما بغيت انا ندير لهم هكا نزينهم بهذا السبيار او الزرارع، يعطيهم واحد المنظر مميز. هانتوما لي كالزون ديالي هما واجدين. الفران هو سخون على 200 وندخلو حتى يتحمرو. هانتوما البيتزا شتو كي طايبة وكي محمرة، 15 دقيقة على 200 درجة، 200 210. اللي قلت لكم كاع الحاجه ديال الخبز خصها طيب على درجه مرتفعه باش ما تقطعش ليه. انا كنبقى على الشبكه باش ما يعرقش ديما، انا ما كنبغيش الخبز يعرق ليا، الحاجه اللي فيها الخبز ما تعرقش. نديرو على الشبكه ديال ما تبرد على خاطرها. على الغدا ديالي واجد، هانتوما لي بيتزا كالزون كيجيو رائعين. شتو المنظر ديالهم بوالو، تقدروا تحضروا الغدا ديالكم دايزوا الكلام. يعني اللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه، ينقر على الجرس يوصلو الجديد، حطوا اعجاب، حطوا تعليقات ديالكم.